الذي يدعو لله ينظر للناس بالشرع فيدعوهم إلى ما يصلحهم ولو لم يرضهم، يدعوهم إلى التوحيد وإن كانوا لا يحبون هذه الدعوة، يدعوهم إلى السنة وإن كانوا لا يحبون هذه الدعوة. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء يدعو قومه دعا إلى التوحيد، وما كان قومه يريدون التوحيد وأنكروا دعوته، لكنه صلى الله عليه وسلم ظل يدعوهم إلى التوحيد ولم يغير دعوته من أجلهم. أما بعض الناس فإنه ينظر إلى الشرع بعيون الناس، ماذا يريد الناس؟ ماذا يريد الناس؟ يريدون كذا يدعو إليه، لا يريدون كذا لا يدعو إليه. هذا لا يدعو لله، هذا يدعو لنفسه.